المزيد ينضم الينا هاتفيا الاستاذ ايمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجاره الداخليه. ارحب بك استاذ ايمن. الو، انت على الهواء استاذ ايمن، هل تستمع لي بوضوح؟ سامع حضرتك، اتفضل يا فندم، اهلا بك. اتفضل يا فندم، انا سامع حضرتك. حدثني عن ابرز واخر الاجراءات التي تقدموها للتخفيف عن المواطنين في الايام المقبله. طبعا زي ما اتكلمنا كتير مع كل مواطنينك المحترمين، وطبعا في البدايه يهمني ان انا ابعت رساله تحيه ليهم جميعا واهنيهم بحلول رمضان الشهر الكريم ده علينا جميعا باذن الله. ابرز الاجراءات اللي خدناها فيما دون طبعا توفير السلع الاساسيه للناس والتخفيضات ومعارض اهل رمضان اللي هي حاليا منتشره في اكثر من 1800 سوبر ماركت في مصر بتخفيضات تقريبا وصلت حاليا اكثر من 20 25%. التوجيه اللي احنا خرجناه امبارح او امبارح بالتحديد ده كان هو الابرز دلوقتي، هو توجيه لكل السوبر ماركت انها تخفض اعداد المتعاملين من الداخل، يعني الناس الزباين، ل 25% من طاقه المكان. يعني عشان نبسط الموضوع للناس، السوبر ماركت اللي بيتسع ل 1000 عميل مش هيدخل اكتر من 250. والتوجيه نبهنا على كل السلاسل التجاريه انه يوفر اماكن حضاريه لانتظار المواطنين في الخارج. يعني ما يبقاش في تكدس في الخارج خالص، لا، في بعض الناس طبقت النهارده طبعا للاسف مش هقدر اقول اسمائهم، لكن مجموعه من السلاسل التجاريه المحترمه حطوا كراسي بره للساده المواطنين. في ناس كانت بتوزع عليهم ميه وعصير وشاي، يعني كان في تطبيق الحقيقه حضاري جدا النهارده لمسناه من اغلب السلاسل التجاريه. والهدف من التوجيه طبعا ان احنا نقلل التكدسات قبل دخول الشهر الكريم، لان زي ما حضراتكم عارفين التوقيت ده بيبقى فيه حركه مشتريات عاليه شويه بتعمل تكدسات كبيره. وطبعا احنا يهمنا في المقام الاول ان احنا نحافظ على صحه المواطن. كل الناس خلاص عارفه دلوقتي ان السلع متوفره وباسعار جيده وباسعار وبتخفيضات عاليه جدا، يتبقى ان احنا نحط الاليات والتوجيهات اللي تضمن عدم انتقال العدوى في التوقيت ده بالذات، لانه التوقيت ده هو اكثر الاوقات بيبقى فيه تكدسات داخل السلاسل التجاريه والسوبر ماركت. نعم. فكان يهمنا في التوقيت ده ان احنا نضمن عدم التكدسات دي، يهمني ان انا اطمن كل مشاهدينك الكرام انه السلع متوفره وبقى تخفيضات ممتازه، لكن التكالب والتكدس داخل السلاسل التجاريه دلوقتي يمثل خطوره على صحتهم، واحنا طلعنا التوجيهات دي عشان نضمن عدم وجود تكدسات. فمعلش يستحملوا معانا شويه ويتبعوا كل تعليمات وزاره الصحه من حيث التباعد الصحي، ان هو يبقى في مسافات بينهم وبين بعض، واللي ما يلاقي سوبر ماركت زحمه يشوف غيره او يستنى شويه. معلش نستنى ساعه بره ولا نستنى نص ساعه بره وندخل نعمل كل مشترياتنا بهدوء واحنا في مسافات بيننا وبين بعض، ما نعرضش نفسنا لا قدر الله لعدوى بدون اي داعي. ولا ايه راي حضرتك؟ سؤالي الاخير استاذ ايمن، عمليه متابعه هذا الامر، هل سيتم التنسيق مع الوحدات المحليه مراكز المدن، التنسيق مع رجال الصحه، ام انتم فقط ستتابعون من خلال مديريات التموين بالبلاد؟ طبعا مديريه التموين هي بتمثل وزاره التموين في كل محافظه وبتنسق مع الجهاز المحلي اللي موجود، سواء مع الساده المحافظين، سواء مع قوات الامن، سواء مع مديريات الصحه. هي دي الممثل لوزاره التموين واللي معني بالتنسيق مع باقي الاجهزه لتنفيذ التوجيه ده. شكرا جزيلا الأستاذ أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.